السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم جيجي من قناة جيجي فريد. النهاردة ان شاء الله هكلمكم عن نوعين بودرة، لوز باودر اماندا، ايه لوز باودر اماندا ولوز باودر سارة، ماركة سارة دي. هقول لكم رأيي في الاتنين وانهي اللي عجبتني اكتر ومميزات وعيوب كل واحدة. اول حاجة نبتدي باماندا. دي اماندا لوز باودر رقم واحد، دي اللي هي شفافة اللي هي لونها ابيض كده، بس لما تحطوها ملهاش لون. بصوا استنى هفتحها لكم من جوه. دي الاسبونجه بتاعتها، الاسبونجه بتاعتها مبدئيا ناعمه، حلوه جدا وناعمه. هي بقى من جوه البودره دي اهي، سعرها تحت ال 100 جنيه، يعني ممكن 90 95 في الحدود دي، تحت ال 100 جنيه. دي شفافه لونها ابيض، بس لما تحطيها تحت عيني خلاص ملهاش لون خالص. هي بس مهمتها بتثبت الكونسيلر وبتدي لوك ناعم كده جدا للمكياج، ما بيهاش تغطية. بصوا اهي لما بتتوزع خلاص لونها ده بيروح خالص، ملهاش طبعا تغطية خالص، هي بس بتثبت الكونسيلر. ولو هتثبتي بيها حتى فاونديشن وعايزة تثبتيه هتثبتهولك، مش هتغيرلك لونه، حلوة جدا وبتثبت الكونسيلر كويس جدا. الشفافة دي ده اللي انا جرب فيه، منها الوان تانية بس انا حبيت الشفافة دي عشان ما بتغيرش لون الكونسيلر. يعني لو حتى كونسيلر مثلا على اصفر شوية هيفضل لونه على اصفر، لان هي ما بتغيرش زي ما قلت لكم درجة اللون خالص، هي هتثبتهولك بس. اي لون مش هتغير، وكريم الاساس نفس الشيء مش هتغيرهولك، الا بقى لو انت عايزة تغطية عالية للكونسيلر خلاص حطي بودرة ليها لون عشان تعليلك التغطية اكتر، ونفس الشيء بالنسبة للكريم الاساس. لكن هي كاستخدام كده لتثبيت المكياج من غير ما تديكي طبقة لون زيادة او تغطية زيادة، هي حلوة جدا، وبرضو في تثبيت الفاونديشن حلوة قوي، وبتديكي برضو لوك ناعم كده وطبيعي جدا في الاخر. طيب حلو، خلاص لكل انواع البشره، او لكل انواع البشره، بس في حاجه للبشره اللي تحت، لو عينك جافه تحت عينك جاف ما تعمليش بيكنج، لان هي لو عملتي بيكنج وبشرتك تحت عينك جافه هتجفف لك بشرتك اكتر، هتجفف تحت عينك اكتر. ايه هو البيكنج؟ البيكنج ده ان انت بتاخدي كميه بودره كبيره كده بالسبونجه تحطيها تحت عينك كتير قوي كده قوي يعني خلاص، وبعدين تحطي بقى مكياج العين عشان ساعات الاي شادو بيقع هنا فيعمل بقع. فاحنا لما بنحط هنا البيكنج ده بنحط كميه بودره كده وبنعمل مكياج العين ويقع ويقع اي شادو او اي حاجه. بعد كده بعد ما خلصنا خلاص المكياج العين بتشيليه كده بفرشه ولا اي حاجه الزياده بتاعه البودره دي، وبيفضل بقى البودره هي اللي هي مثبته وبتشيل فوق الزياده. هو ده البيكنج، انك بتحطي بودره زياده وفي الاخر بتشيليها كده بالفرش. الحركه دي لو بشرت لو هنا جاف تحت عين الجاف هتجففهولك اكتر وهيبقى النتيجه مش حلوه، لكن هي تبقى جميله جدا لما تاخدي كده منها شويه. بتحطي شويه في الغطا الاول عشان ما تبهدليش الدنيا، بتاخدي شويه كده في الغطا عشان دي مشكله اللوس باودر ان هي بتبهدل الدنيا، وبتاخدي كده من الغطا شويه وبتثبتي تحت عينك كده وبصي فوق الاول وبعدين ثبتي كده وبعدين ثبتي كده، بس تبصي فوق كده الاول عشان ما يعملش خطوط الكونسيلر. حلوه وبتثبت الكونسيلر فتره طويله جدا ما بتغيرش لونه، وجميله جدا وبتدي لوك ناعم جدا جدا لتحت العين وللبشره كلها. هي ما فيهاش جليتر، مات وناعمه زي ما قلت لكم جدا، وحلوه ومتوفره في كل محلات المكياج يعني، وسعرها تحت ال 100 جنيه. حلوه لجميع انواع البشره، في منها درجات تانية بس انا حبيت دي زي ما قلت لكم عشان لو حتى كونسيلر مش عايزه اغير لونه فبستخدمها هي عشان ما يغيرش لون الكونسيلر. وطبعا بتناسب جميع درجات البشره، بيضه قمحي اي لون هتناسبك، لان هي ملهاش لون وملهاش تغطيه اصلا، هي بس مهمتها تثبت لك الكونسيلر والكريم الاساس مش اكتر. طيب نتكلم بقى النهارده دلوقتي على ساره. ساره دي بودره جميله جدا بس مظلومه جدا، انا ما شفت لهاش اي ريفيو مش عارفه ليه. البودره دي جميله جدا مش عارفه ليه ما حدش بيتكلم عليها، هي زي اماندا ويمكن احلى كمان، كميتها زي ما انتم شايفين كده كبيره، ليها 3 درجات. انا كنت رايحه اجيب البودره بتاعت اماندا ولقيت ساره برضو، فانا قلت لهم عايزه برضو خدت دي شفافه وكنت طلبت من دي شفافه، بس اللي باعها لي رقم 03، انا ما بصيتش فيها هناك، انا جايباها هنا على اساس ان هي شفافه. المهم لما جيت لقيتها على اصفر، درجتها جميله جدا. عارفين البنانا باودر؟ هي زي البنانا باودر بالظبط، هي بنانا باودر. بصوا الاسبونجه بتاعتها كبيره وطريه جدا،
الاسبونجة بتاعتها تحفة، وهي كميتها بقى زي ما انتوا شايفين كده، بصوا بصوا كبيرة ازاي، بقى لها معايا كتير قوي، يعني البودرة دي بتقعد كتير جدا، لان زي ما قلت لكم ما تعملوش بيها بيكنج تحت عينيكم. اي بودره، اي بودره عموما للبنات اللي تحت عينها جاف ما يعملوش بيكنج تحت عينهم، عشان الحركه دي بتجفف تحت عينهم زياده. فهتثبتي ثبتي بس بالاسبونجه كده من غير ما تعملي بيكنج. انا بحاول دلوقتي افتحها لكم عشان اوريها لكم من جوه عامله ازاي. دي زي ما قلت لكم درجتها صفرة، دي صفرة خالص من جوه، صفرة زي، بس هو الاضاءه مش مبينها، لكن هي صفرة لونها اصفر، لونها اصفر ناعمه جدا جدا جدا، ما فيهاش جليتر، كميتها كبيره، سعرها حوالي 120 جنيه، هي بيختلف السعر من مكان للتاني، فهي سعرها حوالي 120، يعني من 120 ل 130 140 اقصى حاجه، يعني مش هتلاقي ازيد من كده، بس عشان انا جايباها من حوالي سنه او اكتر، فعشان كده انا مش فاكره قوي السعر، لكن هي مش غاليه. هي موجوده في اي صيدليه عندها ستاند بتاع ساره، او اي محل مكياج عنده ستاند ساره، حلوه جدا. بصوا بقى هي لونها اصفر، دي بقى ليها درجه التغطيه، دي مش شفافه، انا كنت جايباها على اساس انها شفافه، بس لما جيت استخدمتها هنا اكتشفت ان هي مش شفافه، اكتشفت ان هي ليها درجه تغطيه على اصفر، بتدي لون كده اصفر، جميله جدا جدا، 0.3، حلوه جدا، ناعمه جدا، ما فيهاش جليتر، كميتها كبيره وسعرها حلو، بتثبت تحت العين حلو قوي. انت بقى لو حاطه مثلا كونسيلر بيج وحطيتي ثبتتي بالباودر ساره دي درجه 0.3 دي، الكونسيلر هيبقى لونه على اصفر، هيبقى هيصفر، يبقى تحت عينك كده على اصفر، حلوه جدا جدا. وبرده لو حطيتيها، لو مثلا حاطه كريم اساس على بيج وعايزه تثبتيه واستخدمتيها، هتلاقي درجة وشك بقت على درجة على اصفر كده شوية، المكياج كله هيقلب على اصفر شوية، بس مش الاصفر وحش، لا، هيقلب على اصفر الشيك ده الحلو، المكياج كله هيبقى اصفر، حلو قوي. وهي عشان على اصفر درجة التغطية بتاعتها حلوة قوي، بتغطي الهالات، لو في هالات وانت حاطة كونسيلر وعايزة تعلي التغطية، عليه بدرجة زي دي اللي هي على اصفر دي، هتعليك التغطيه بتاعت الكونسيلر وهتدي لك لوك جميل جدا وطبيعي جدا جدا جدا، عشان الدرجه على اصفر دي حلوه قوي في التثبيت، بتبقى احلى كمان من اللي على بيج، بتدي تحت العين تغطيه، بتغطي الهالات، بتثبت الكريم الاساس حلو قوي، وبتدي لك لوك ناعم، هي ناعمه جدا، يعني هتدي لك لوك ناعم جدا. فهي مش عارفه ليه محدش بيتكلم عنها خالص، رغم ان هي بودره جميله جدا. الدرجه دي بتناسب كل الدرجات، يعني على فكره القمحويه هتعرف تستخدمها برضو، لان هي الدرجه اللي على الاصفر دي بتناسب كمان البنات القمحويه، والدرجه الفاتحه لو انت بشرتك فاتحه برضو هتناسبك، لان هي صفرها على اصفر كده جميله جدا. بس ما تكتريش منها، لو انت فاتحه ما تكتري، يعني ما تكتريش قوي عشان ممكن يعني هبان، عشان هيبقى لونها اصفر قوي، لكن لو قمحويه عادي مش هتبان قوي معاكي، وهتبقى جميله جدا وناعمه جدا على وشك. فحلوه وعجبتني وبحبها قوي ساره دي، بس هي كبيره زي ما انتم شايفين ما بتخلصش بسهوله، دي بقى لها عندي، يعني مش عايزه اقول لكم بقى لها عندي كتير جدا، في داخله في السنه الثانيه، بس طبعا هي اكيد صلاحيتها يعني لسه فيها صلاحيه يعني، بس من كتر ما هي كبيره وانا باخد حاجه بسيطه كده اثبت بيها الكونسيلر، ما بستخدمهاش دايما الحقيقه بنساها، بس هي ممتازه، هي ممتازه. انا بستخدم عاده اللي هي اماندا دي، بس ساره برضو ممتازه جدا، بس اماندا عشان بتبقى طبيعيه اكتر، ما بتديش درجه تغطيه، فانا بفضلها ساعات اكتر، عشان ببقى مش عايزه الكونسيلر لونه يغير، او لو عايزه اثبت بيها فاونديشن ببقى مش عايزه لونه يغير، فعشان كده بروح لاماندا، بستخدمها ساعات بالفرشه او بالاسبونجه مش هتفرق. لكن ساره دي ممكن تستخدميها لو عايزه تعلي درجه التغطيه بتاعه الكونسيلر او كريم الاساس، الاثنين دول حلوين جدا، الاثنين رخاص موجودين، ده طبعا مكياج دراج ستور، فما رخيص يعني مش غالي ومتوفرين. انا كنت جبت كمان بودره فلورمار، اللوس باودر بتاعت فلورمار، بس الحقيقه هي فيها جليتر، هي تنفع اكتر لل يعني سهرات او كده، عشان كان فيها جليتر، فكنت بسبب بيها تحت عيني، فكان تحت عيني يبقى بيلمع، بس كانت حلوه برده، بس دي احلى عشان دي مات، لو مش عايزه حاجه تلمع، بس فلورمار برضو حلوه، بس بتجفف تحت العين، انا عشان كده ما جبتهاش تاني، جففت معايا تحت العين اكتر وكانت بتلمع تحت عيني، لكن دي ما بتجففش قوي اللي هي اماندا دي.
وسارة، الاتنين دول حلوين قوي، بيناسبوا جميع انواع البشرة، ما فيهمش جليتر خالص، مش هيلمعوا معاكي خالص، هيدوكي لوك مات في الاخر، وهيعجبوكي الاتنين. الاتنين دي بمية ممكن بالكتير او 140 جنيه، ودي تحت ال100، وكميتهم حلوة جدا. بس هو ده الفيديو بتاع النهاردة، يا رب يكون عجبكم، يا رب يكون ان شاء الله اكون افدتكم بإذن الله. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تشتركي في قناتي وتفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، وما تنسيش اللايك والشير، وارسليكم، باي باي.